عمون، صوت الأغلبية الصامتة. سفارة ولا سفير؟ لا سفارة ولا سفير. على أرض أردنية. على أرض أردنية. على أرض أردنية. على أرض أردنية. تسقط وادي عربة تسقط. تسقط وادي عربة تسقط. تسقط وادي عربة تسقط. تسقط وادي عربة تسقط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليها رضا الله. منعوها، منعوا السيارة، منعوا السيارة على السماعات. تكميم للأبواب، شو مقصد تكميم الأبواب؟ منع الصوت، منع السيارة، منع السماعة. عيب منع السيارة. خلوا الشعب يتكلم. عربية على أرض عربية. الله أكبر. ليش منعت السيارة؟ ليش منعت السيارة؟ تكميم أفواه، تكميم أفواه. السيارة السماعات منعتوها. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الروح بالدم تفديك يا أردن. 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 الروح بالدم تفديك يا غزة. الروح بالدم تفديك يا غزة. الروح بالدم تفديك يا غزة. بالروح بالدم نفديك يا غزة. الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. المجد للشهداء في هذه المناسبة. المجد للشهداء. المجد للمقاومة. المجد للأمة التي تلتفت لتكريس كرامتها ولاستعادة كرامتها في يوم الكرامة. كان يوم الفخار والعزة والكرامة، والآن الأمة تلتفت لاستعادة هذه الكرامة. في هذه المناسبة نؤكد ونعيد التأكيد أنه لا كرامة لنا إلا بالإصلاح وبالتغيير الوطني الديمقراطي. طالب الأمن العام بحماية المعتصمين، كما نطالب معرفة الذين اعتدوا على المعتصمين ومعرفة من كان خلفهم وحماسبتهم حماية للوطن واستقراره. وفي هذه الأيام ومن خنادق معركة الكرامة الخالدة التي ارتقت معاني الأخوة، عندما تعانق الدم الأردني والدم الفلسطيني للدفاع عن هذا الوطن الأعز والأغلى. لقد بات الإصلاح واضحا، وأن كل من يحاول أن يتجاهل مضمون الإصلاح يرتكب خطأ قاتلا. إن التلكؤ الحكومي عن القيام بمهماتها في إنجاز الإصلاح لن يؤتي على البلاد إلا وبالا كثيرا. صوت الأغلبية الصامتة.